من الحاجات اللي انا عاصرتها وبعتبرها انها يعني طبعا يعني جزء من الانجازات الكبيره، اللي هو حصلت. ايوه هو طبعا زياره البابا، زياره بالذات البابا بابا فرانسيس. الفاتيكان. وزياره البابا فرانسيس كانت زياره ناجحه، ولولا فخامه الرئيس طبعا الزياره دي ما كانت تحققت. ازاي يا فندم؟ يعني لو تقولي التفاصيل. لا، ما هو احنا ابتدينا يعني ايه، طبعا يعني انا الفكر بتاع الفاتيكان ده كان يعني كان زي ما تقول بينمو في ذهني على فترات. اللي هو زيارة بابا الفاتيكان. فأول زيارة عملتها بره مصر كانت للفاتيكان، والتقيت السفير في هذا الوقت، وطبعا كان إنسان على خلق وعلى علم كويس جدا، واتفقنا ان هو هيبتدي يشتغل من ناحيته، لان طبعا الزياره ابتدت بزياره مولانا شيخ الازهر. شيخ الازهر لما زار زاره في هناك في الفاتيكان، وطبعا هو تلقى وجه له الدعوه. الدعوه تلقى الدعوه بالنيابه عن يعني من فخامه الرئيس، وطبعا جه الزياره اللي بالتالي دي تتحط في كتب التاريخ لزياره. هي كانت زياره مهمه جدا فعلا. طبعا طبعا زياره مهمه جدا جدا جدا. وعقبها كده بعد كده، الكلام ده كان في ابريل مايو تقريبا، يعقبها كان زيارتي لبابا الفاتيكان، وان احنا ادينا له الايقونه بتاعت مسار العائله كانت المقدسه. قيمتها ايه في الـ في الـ في الـ يعني قيمه هذه الزياره يا فندم ايه، او مردودها على العمل السياحي؟ بص بقى حضرتك، انا طبعا يعني متحيز طبعا. متحيز دي طبعا. حاجه ده مشروع يعني ايه انا اشتغلت عليه وحافظه بكل تفاصيله، ده اللي هو مسار العائله المقدسه. بس هو الحقيقه البابا فرانسيس كان كريم معانا جدا. هو قال انا ادعو العالم للحج الى مصر. جسمك يا اشعر. ايوه طبعا جسمك يا اشعر. لما تلاقي ان البابا الفاتيكان بيقول ندعو العالم للحج الى مصر. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز يعني انا عايز اقول لك ان الناس في العالم كله كانت بتغير مننا بسبب هذه العباره يعني. خلي بالك يعني في علم السياحه انت اي حاجه ممكن تطلع وتنزل، لكن الجزء بتاع الحج ده جزء عقائدي الناس يعني مغروزه فيه في مصر وبره مصر، فبالتالي كل الناس شغفها في انها تيجي تشوف الارض اللي مشي عليها السيد المسيح. واخد بالك؟ فطبعا انا ايه رحت شرفت بالنيابه عن الرئيس باهدائه الايقونه بتاعت مسار العائله المقدسه، وطبعا هو كان يعني سعيد سعاده غامره، ويكن كل الاحترام، وبلغني ساعتها انه يكن كل الاحترام والحب والموده. راجل يعني مليء بالدفء تجاه مصر وبالمحبه. صحيح. تجاه مصر وتجاه فخامه الرئيس. يعني هو حس بقد ايه الرئيس مهتم مهتم بالقصه، مش قصه مسار عائله المقدسه، او مش مسار أو مش مجرد مصدر من مصادر السياحه والدخل. لا، ده انت بتتكلم عن ثقافه يعني. ثقافه وعمق في التفكير. يعني دي مش حاجه تيجي لبال حد من الهواه، دي لازم تبقى يعني غارزه
جامد جدا في عقائدك على اساس انها ايه؟ انها انا حابب ان احنا نقول يعني للساده المشاهدين في اطار هذه الشهاده، يعني المشروع ده يا فندم، مشروع مسار العائله المقدسه، حضرتك اشتغلت من المشروعات يعني اللي لما بنيجي نستعرض مسيره وزراء السياحه في مصر بنتوقف بهذا المشروع عند حضرتك. يمكن ناس كتيره جدا يعني عرضوك في مشروعات اخرى يحاولوا يعني يقللوا من اهميه هذا المشروع، لكن يظل مسار العائله المقدسه هو مشروع اساسي من شغل حضرتك. لو نسمع شهادتك عليه من الاول وتدخل الرئيس فيه وازاي انه وصلنا لانه مشروع ثقافي. خلي بالك ان الزياره دي سواء كانت زياره البابا لمصر اتكلم عنها العالم كله. طبعا. والزياره لما ردينا الزياره وخدنا له الايقونه كان برضو كلام العالم كله. يعني بقى يجي لي رسائل من كل العالم. يعني واخد بال حضرتك قد كده مصر بلد متحضره، ادتنا يعني انطباعات في منتهى الاهميه. في منتهى الأهمية. طبعا مشروع لابد أن يكون هو مستقبل للسياحة. إنك أنت النهاردة السياحة مثلا أي نوع آخر من السياحة، شواطئ غيره، دي كلها ممكن تطلع وممكن تنزل، لكن السياحة ده ثابت يعني. ده عقائدي. ده اللي أنا كنت بتكلم فيه يا فندم، يعني إزاي اتبلورت بقى الفكرة دي. الفكره بلورت طبعا بزياره البابا فرانسيس، وان احنا ابتدينا نشتغل على الكلمه اللي هو قالها ان ناس تحج لمصر. العالم العالم يحج لمصر، يحج لمصر، ما قالش مسلمين وما قالش مسيحيين. قال ندعو العالم الى حج لمصر. حاجة يعني بتدي فكانت دي نقطة البداية. دي كانت نقطة البداية. يعني وبعدين تم الشغل ازاي؟ وبعدين بقى ابتدينا نجهز للزيارة، وابتدينا ناخد مواعيد ونشوف هنقدر نروح امتى وهنقابل مين، وطبعا اليوم اللي هيبقى فيه مستقبلنا البابا فرانسيس، استقبلنا استقبال حافل جدا، و بيتكلم على مصر بكل شغف وبكل حب. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا لما في اخر زياره ليا مع فخامه الرئيس قلت له هذا المشروع اللي هو مشروع مصر ده ممكن يجيب لنا 30 مليون سايح. اللي هو المسار بتاع اللي هو المسار، مسار العالم القدسي. بس عايز تجهيز. مفيش حاجه مش عايزه تجهيز. يعني انت بتتكلم على مشروع هيبقى دولي وعالمي، هيجي له الناس من كل بقاع العالم، فبالتالي لابد ان انت تبقى جاهز بكل الخدمات اللي تقدر لما يجي الزائر يلاقي كل حاجته موجوده فيها. شغل تكنيكال بقى، شغل فني كتير جدا جدا. طبعا. يعني واخد بالك؟ يعني الاخوه اللي اشتغلوا معايا عارفين قد ايه اهميه وتفاصيل هذا المشروع. طب الدعم اللي قد يعني لما بقى عندنا، لان انا عايز اوصل لفكره ايه؟ انه في عندنا مشروعات كتيره جدا وممكن تغير وجه الحياه، بيبقى فيه الفكره موجوده والاراده موجوده، لكن بيبقى محتاج ايه يا فندم عشان يتنفذ؟ بص حضرتك هو من ناحيه انه بيحظى بدعم او بيحظى بدعم من الرئيس، حضرتك بتقول انه بالتاكيد بيحظى بدعم مطلق بالتاكيد. لكن الحاجه اللي انت بتحتاج ان انت ان الاستمراريه. واخد بال حضرتك؟ الاستمراريه دي مهمه جدا. ان ايه؟ ان انا اجي واللي ورايا يكمل واللي ورايا يكمل وهكذا وهكذا، لان دي منظومة. احنا مش بنتكلم على شركة صغيرة او بنتكلم على مشروع، لا، احنا بنتكلم على مشروع دولة، مشروع قومي كبير، مشروع قومي ومستقبل اجيال فيه.